السلام عليكم، صباح الخير. نتمنى تكونوا على خير وخير، هواش المباركه. الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا وطول العمر، ويتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، ويغفر لنا ربي الذنوب ديالنا في هذا رمضان. هذا اليوم جيت ندير معكم واحد الروتين، شحال هذه انا وياكم ما درناش روتين. غادي نوجد الفطور اليوم، وقلت علاش لا نشاركش معكم شنو الشهيوات اللي غادي نوجد، اللي غيكونوا بسيط وسرع كيف العاده، باش ما نوقفوش بزاف في الكوزينه كما تنقول لكم، ونستغلوا الوقت ديالنا للعباده ديالنا وقراءه القران، ويعني ولا عندنا نديروا صلاه الرحيم اولا، يعني المهم ما نبقاوش نهار كامل في الكوزينه، ما نطولش عليكم. المهم ها انتم غادي تبداو معايا اليوم. غادي من الشهيوه اللي غادي ندير كما تتشوفوا، غادي ندير واحد الخبيزات معمرين اللي تيطيبوا غير في المقله اولا الفراح. غادي يعني العجينه كما انتم عارفين، يعني كما غادي تخبزوا البطبوطه ديالكم اولا الرغيفات ديالكم، يعني العجينه المعتاده. من بعد نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف باش ما يجيش الفيديو طويل، غنقول لكم كلشي يعني اللي درت بعجاله. وغادي نديروا هنا في هذه الحشوه هذه كما تتشوفوا، هذه درت فيها الكبيده والبصيله، الكبده يعني ديال الدجاج، والبصله والقوام ديالها، وشحرتها. من بعد كاع هاد الحشوات اللي غادي نشارك معكم اليوم، غادي نخليهم يعني المكونات ديالهم في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم بعد ما عجنا العجينه ديالنا وارتاحت لينا، غادي ناخذوا نخدموها فوق سطح العمل. غادي ناخذوا شويه الزبيده هكا، انا اصلا راه دهنت سطح العمل ديالي. وغادي ناخذوا الكريصه ديالنا على هذا الشكل، انا اليوم بغيت نديرهم كبيبرين باش ما يشدوش لينا نيت الوقت، يعني بحال هكا تنضغطوا غير على الجناب، والوسط يعني يبقى لينا دايل يعني ماشي مورق بزاف. وغادي ناخذوا داك الحشوه ديالنا، وغادي ناخذوا منها واحد الجزء ونعمروه، تيجيو بنان وزوينين. سرتو هاد الحشوه ديال الكبده، انا نقرب لكم شويه الكاميرا باش يبان على هذا الشكل. هذا نقسم الحشوه ديالي بعدا باش نعرف، يعني دائما فاش يكونوا عندكم بحال هكا كبار اولا صغار، من الاحسن نقسموا الحشوه باش يجينا داك الشيء مقاد، شي عامر شي لا. المهم على هذا الشكل هذا غادي نديرو، نزيد واحد شويه من هنا صافي. وتنشدو نديرو هاد الجناب هادو هكا مزيان، وتنشدو هاد الحشوه هادي نفرقوها شويه، نشدو ونطنطويو على هاد الشكل هذا بحال هذاك الشكل ديال الوريضه، يعني تنجمعوها هكا من الجناب الطريقه هادي، تنحصلو على واحد الكويره ديالنا اولا خبيزه ديالنا لهذا الشكل هذا. نديرو شويه ديال الطحين ديال الفينو اولا فورس، يعني بجوج باش يشد لينا العجينه ديالنا هانتوما، وتجي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. ونحطوها في الصينيه ديالنا اولا البلاطو، قادو نخليوها ترتاح بلا ما كملنا دينو بشويه الزيت من الفوق، ونخليوها ترتاح بلا ما كملنا الكويرات الاخرى اللي عندنا. من بعد ما سالينا التجهيز ديالهم، غادي ناخذ المقيله ديالنا على هذا الشكل هذا، وندهنوها بشويه ديال الزيت هي تكون فقا السخنات. وغادي ناخذ ديك الخبيزه ديالنا اللي وجدنا، ندهنوا يدينا بشويه الزيت باش ما تلصقش لينا، نزوم غير بالمهل على هذا الشكل، ونحطوهم غير ونقادوهم نرقو وسط المقله، تقطعوهمش برا باش ما حيت الا جيتو تهزوهم غادي يتحلوا لكم ويتقطعوا. المهم ها انتم على هذا الشكل هذا، القطر اللي عندكم على حسب المقله والرق اللي بغيتو، تيجيو زوينين وبنان وتيوجدوا دغيا. وغادي ناخذو ندهنو شويه بالزيت الشكل، وغير نحسو بها يعني قبطات راسها نقلبوها، يعني بحال تنطيبو الرغايف اولا اي نوع من الخمائر اللي تنطيبو حنا. وهانتوما كيما قلت لكم غير شدات في راسها قلبتها وندهنوها بالزيت كذلك عاوتاني. المهم غادي نبقاو هكا بهاد الطريقه هذه حتى نطيبهم كاملين. بقاو معايا شوفوا طريقه الطهو ديالهم.
وهنايا بالنسبه للحشوه الثانيه كما تشوفوا معايا هنا خديت صفر ديال الدجاج اللي مقطع طريفات شرائح يعني رقيقه، ودرت يعني نسمتو شويه ديال الزبيده البلديه، شويه ديال الملحه، الثوم بودره، الموطارد، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال القزبر حبوب. هذا هو يعني العطريه اللي درت فيه، وخليته رقد يعني درته في الصباح. ودابا غادي نشد المقيله وغادي نشحرهم شويه وغادي نتلاقى انا وياكم. وهنا كما تشوفوا معايا هاد لاباط ديال البيتزا كتصاوبتهم على هذا الشكل هذا، ولكن هذه البيتزا لاباط سائله. من بعد غادي نخلي لكم الوصفه ديالها حتى هي. وهاد لابوش هنايا خديت شويه ديال الفرماج ديال الدهن، يعني يكون هذاك الفرماج الطري او حتى لاباش كيغي وتمعسوه مزيان، مع شويه ديال القشده الطريه يعني كريم فريش ضربتها طلعتها، ودرت معاه واحد شويه ديال المنسمات. انا عندي هنا واحد المنسمات يعني مزيج منهم، ثم تقدروا ديروا الزعتر، الزعتره، الحباق، اي حاجه، وضربتهم يعني مزجتهم وغنديرهم وغادي نعمروا بهم هاد لاباط هادي. كما تشوفوا هنا درت صوص طوماط، يعني اي صوص اللي تقدروا ترافقوها مع البيتزا. هذه ديالي درت فيها مطيشه مع شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر، وطحنتهم ودرت القوام معها شويه ديال مليحه، قزبر حبوب، شويه ديال السكر البني او السكر سنيده عادي يعني اللي متوفر عندكم، زويته بلديه، وشويه ديال البزار كما قلنا، التحميره، وشويه ديال الكمون. تجي زوينه وتخليوها تعلق على هذا الشكل هذا، وتجي واحد القوام فيها زوين. غادي نعمروا بها هذه البيتزا ديالنا ونجدوهم نخليهم جانبا حتى يقرب الفطور. ودابا غنتاقل انا وياكم، غادي نشرمل انا وياكم هذا الزيتون ديالنا. انا من عشاق الزيتون المشرمل. المهم غادي ناخذ الزيتون اللي سقطرناه، غادي ندير هنا شويه ديال الثومه باودر، يعني ثومه غبره، ندير شويه ديال السودانيه، والثومه تقدروا تستغناو عليها. اللي بغى اللي ما عندوش غادي يحك الثومه العاديه، اللي تيبغي بطبيعه الحال الثومه. ندير شويه ديال السودانيه، شويه ديال القزبر حبوب كذلك، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، بابريكا. انا هنا ما غاديش ندير فيه ربع خضر باش ما يخسرش ليا دغيا، مع راكم عارفين يعني ما تي لما تستهلكش في واحد الوقت وجيز تيطلق الماء وتيخسر. درت انا هاد المنسمات هادو، يعني مزيج تقدروا ديروا نتوما زعتر، ديروا اي حاجه، زعتر او القزبر الا كنتو تستهلكوه في يعني مده قصيره، ديروا القزبر ومعدنوس يعني خضرين. ونديروا الهريسه بطبيعه الحال، انا تعجبني الهريسه في الزيتون. وغادي نديروا شويه ديال الزبيده البلديه، يعني زيت الزيتون على هذا الشكل هذا، راه تجي التتبيله غزاله ما تشبعوش منها. واللي من عشاق الحامض غادي يزيد شويه الحامض. المهم غادي نخلطو وغادي نخليه وها ترقد هاد المعطريه هذه مع هاد الزويتنات ديالنا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نجهز انا وياكم واحد التحليه اللي عباره عن ديكوف. غنديروا جوج بيضات، غنجهزوا تنقولوا المقادير، وغناخذوا السكر سنيدة حتى هو، غادي نزيدوا عليهم جوج معالق كبار ديال السكر، نقول لكم سنيدة او سكر حبيبات. غادي نديروا واحد الساشي ديال الفاني حتى هي بالشكل هذا، وغنديروا نكهة الكراميل. هذه غير اختياريه اللي متوفره ليه ديرها، اللي ما متوفراش ليه كتافي غير بالفاني، ثم انا عندي غادي نديرها معاها. وغادي نحركوا داك البيض ديالنا مع سكر حبيبات وسكر فاني بهذا الشكل هذا، يعني يذوب لينا داك السكر. غادي ناخذوا غنزيد واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائدة او زيت نوار الشمس بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ الحليب، واحد الكاس كبير ديال الحليب على هذا الشكل، و
نفس الكاس اللي عبرتو فيه الحليب ما تعبروا به الطحين ديالكم او الدقيق الابيض بهذا الشكل. غادي نديروا الكاس الاول يعني نفس القياس اللي درت فيه انايا الحليب غديروا به نتوما الدقيق. وغادي ديروا واحد الساشي ديال خميرة الحلويات ديال 7 غرام، انا عندي هذه اللي تعتبر هكا. المهم نتوما ديروا الساشي. ودابا جاوا الحشوه ديالنا اللي كنا صابنا ديال الدجاج، غادي خديت هنا هاد الطورتيات هادو اللي تنديروا فيهم يعني الشاورما او لا التاكوس او لا من يعني تنستعملوهم، وهادو منسمين بالاعشاب. خديتهم قسمت الورقه على جوج، ها انتما تاكم هذا الشكل هذا باش جاونا يعني الورقه تتقسموها على جوج، هذاك الرابس ولا الطرطيات تتقسموهم على جوج. ودابا غادي نعمروه نوريكم الطريقه ديال التعمار. وهذه هي الطبيله ديالنا اللي وجدت انا وياكم هاد النهار هذا. نتمنى يكونوا عجبكم الافكار والشهيوات اللي وجدنا وجاوكم ساهلين يعني، ونتمنى بانكم تطبقوهم وتردوا عليا الخبر في التعليق ديالكم الغزاله اللي تتخليو ليا وتتشجعوني، والله تتفرحوني بزاف. وخصكم تعرفوا يعني بالتشجيعات ديالكم باش انا تنقدر نواصل وتنتشجع حتى انا باش نبارطاجي معكم لي فيديو ديالي اولا الافكار او الشهيوات اللي تنوجد يعني البسيطه قبلوا عليا. ونتمنى يعني تبارطاجيو الفيديوهات مع الحباب ديالكم والصحاب ديالكم باش تعم الفائده وباش تشجعوني اكثر. وتنتمنى لكم رمضان مبارك مره اخرى وصحه فطوركم، والله يدخل علينا ان شاء الله هاد الايام المباركه بالمغفره الذنوب وبالرزق وبالصحه وطول العمر والشوفه في وجوه ديال الحباب ديالنا والصحاب ديالنا والاهل ديالنا. ونقول لكم رمضان مبارك مره اخرى، ونطلق انا وياكم فيديو جديد ان شاء الله في شهيوه جديده. ونتمنى دائما دائما نلقاكم في جنبي وتشجعوني باش انا نتشجع ونعطي الجديد، ودائما يعني نكون في حسن الظن ديالكم. ومع السلامه.